خليك ليلي يا غزالي ونطير معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا غزالي ونطير معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا استمتعوا يعني فيديو واحد ما كفانيش اني نوريكم نساليكم شوية معايا لذلك درت الجزء الاول والجزء الثاني فلذا انا دابا داخلة للسمارين ومن تما غادي ندخل نخرج من واحد جهة اخرى جيت هذاك المحل ديال العطارة وبغيتكم تعيشوا معي الاجواء يلا بقوا معايا الى اخر الفيديو ما تمشيوا فيه باكلاو فيك شكرا دوم هنايا في هاد المعشابه اللي بايجي راه كاينه حدا ورمالين سميتو ورمالين العصير هنايا بحال غادي ندار داخلي لدرب باشير صراحه معشابه ما نعاودش ليكم البنات 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 راه داكشي فيها غزال 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 شوفوا
الزيت وأرغان وشوفوا شوفوا 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 سيرة إسراء نصورك لي سيرة قصيلي شوفوا المبيخرة صراحة عندك شي زوين دوك المحاكك اللي كانوا زمان باش تحكوا الناس سواك لك البلاد فين كيديروا عكر الفاسرة هذيك الطلية الشبة السواك العشوب الحنة هيا إسراء ديري لهم باي باي صراحة مناظر زوينة هنايا داك الشي غزال 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 انا ما نعاودش ليكم هضر ارجال صراحة داك الشي زوين صافي كملتو حنا فين ما تنجي ورا تنجي وعدك والله الا فين ما تنجي تنجي عدك حق الله ان شاء الله حتى الله يعطيك صحيحتك ويطور لك في العمر ويعطيك الرزق ان شاء الله الرحمن الرحيمين ويحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله الرحمن الرحيمين ان شاء الله المهم ها انتم المعشابه سيري 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 عند عمك صوريها صوريها اميمه صوريها سنه ترسلوها ليا إسراء كدير في الطقوس حتى هي بحالنا حتى هي قالت لك دير بحالنا الطقوس الله يحفظك لينا الله يحفظك الله يقوي عليك الخير شكرا صافي من بعد ما خرجنا من المعشابه حنا دابا غاديين عند هذاك اللي كيكون كيبيع دوك العشوات صراحه حتى هذا العطار عنده واحد اتاي ما نعاوش لكم معشب 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 غزال حنا دابا حدا مالي الليمون حنا هابطين لقدام فين كاينين الحلاقي صافي هذا مكان ندوركم معايا اليوم صراحة توحشنا هاد الأجواء صراحة والله إلا الفرحة 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 ديال هاد الأجواء توحشناهم مكدبش عليكم أنا ندور لكم واحد الحلقة تفرجوا فيها شوية هاجي أميمة هاجي أنا ندور لكم تشوفوا الحلقة Thank you.
كاس فيه العشوب صراحة زوين هو صافي. هذا مكان دابا كنخرجوا دابا نمشيو نشوفوا الطوموبيل دابا راه تقريبا 10 غدا ان شاء الله بينا نخرجوا صاحبي نمشيو لبلاصة اخرى نصوروا معاكم.